اهتز المستشفى الجامعي بقسنطينة في مصلحة الاستعجالات الجراحية على وقع اعتداء مجموعة من الأشخاص، تفيد التقدير بأنهم 8 شبان حاولوا الاعتداء على الطواقم الطبية وشبه الطبية، وأحدثوا حالة من الرعب في نفوس المواطنين والمرضى. بصفة الجراح المناوب ليلة حدث الواقع هذه اللي نقدر نقول عليها باللي راهي جريمة تامة المعالم، جريمة في حق المريض أولا، في حق الطاقم الطبي، وفي حق الدولة. وهذه ماهيش خاصة بالمستشفى الجامعي قسنطينة، راهي صرات وراح تصرا وتتكرر دائما، لأنه ما كانش هناك إرادة سياسية حقيقية في حل مشكل الصحة. غالبية ولاية الشرق الجزائري يستقطبها المركز الاستشفائي ابن باديس، مما جعله يشهد بشكل دراماتيكي وباستمرار اعتداءات يتعرض غالبا لها العاملون الذين ينتظرون أيضا ظروف عمل أحسن. Volume de travail a doublé carrément et l'activité a doublé. Malheureusement, les conditions de travail sont très difficiles. Beaucoup d'incidents se produisent au niveau de cette structure à cause de l'afflux des malades. Et donc la sécurité elle est pratiquement inexistante. On a demandé aux citoyens d'aider dans ce cas, parce que les urgences c'est un four, راهي النار شاعله، يعني ما يقعدوش حتى باش يروح ياكل لقمه في لقمه، يعني باش يقوي روحه باش يطلع كيما نقولوا احنا بالعاميه لاجليسيمي نتاعو، يفطر على الربعه نتاع الصباح وعلى الخمسه نتاع الصباح. في انتظار استكمال الاجراءات وتقديم المشتبه فيهم للنيابه الجمهوريه محل دائره الاختصاص، تبقى مثل هذه الحوادث تتكرر.